يا ناس اصحوا وفتحوا عينكم دي، والله امه اسلاميه لن تتقدم خطوه واحده بغير توحيد. والتوحيد ده قضيه ما فيها مجامله، تنضف تنضف تمام، وليس فيها انصاف حلول، نصح ما في. المشركين ما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ها يعني ضم آلهتنا واحترم، بس مرة مرة احترم آلهتنا وحرم لنا الطائف زي ما حرمت مكة، عشان يبقى احنا عندنا شرف، يعني بس ادينا حاجة كده نحن نفخ بها لفوق كده، ادينا حاجة كده بس ها. وهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يوافقهم على شيء. شوف الآيات اللي نزلت، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بالله شوف الكلام ده كيف، التوحيد ده فيه مجاملة؟ ما في ما في، ما بنمشي لقدام إلا بدعوة صادقة واضحة، نصح ما في. ما تقول للصوفية انتوا اشتغلوا بجاي وانتوا طبعا سادين ثغرة محبة النبي ومحبة الصالحين وكده، انتوا شغالين خلاص خليكم، وانتوا بجاي السلفيين اي برضو انضموا في التوحيد وكده والامور كلها بتمشي. لا ما بتمشي كده. الحل واحد، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. عندك علم تعال قدمه، عندك حجة قدمها، ما عندك أنت على باطل.